شخص واحد راح يفوز بهذا البايب. وصار وقت أول سؤال مع هاي ديفيدسون وإلياس ألوناي تشيرت رابن. السؤال بيقول قدي لازم يكون عمر الشخص عشان يقدر to ride أو to own سواء يركب يقود أو يمتلك هارلي ديفيدسون بارك. alright قدي بطول you're right it's 18 good job. في جواب صح؟ تفضل عندي. إيش اسمك بليز؟ بشارة. بشارة إيش الأنسر؟ ماي 2010. كيف عرفت؟ دلوني. دلوك؟ جود جوب الجواب صح. ألف مبروك بشارة. وهلا صار وقت الرافل درا. هلا رح يتم السحب على اسم شخص واحد رح يفوز بهذا الفايت. وصار وقت اللحظة اللي صرنا وقت كتير كبير عم نستناها. صار وقت السحب على الاميزنج هارلي ديفيدسون سبورتس جير 48 بايك. عم بيتم اختيار اسم شخص واحد محظوظ ليفوز بهذا البايك. تم السحب على الاسم ونخبره بصراحة ما فاز بهذا الشيء. فاز بيد اميزنج هارلي ديفيدسون سبورتس 48 بايك. It's worth more than 12,000 JD. ألف 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 ألف